نشرة الأخبار مشاهدين، أهلا بكم. بداية، قال رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون إن المجازر التي تقترف يوميا في حق الشعب الفلسطيني الأعزل تشكل وصمة عار يندى لها جبين البشرية. رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، وفي كلمة ألقاها نيابة عنه وزير الصحة خلال المؤتمر رفيع المستوى حول الوضعية الإنسانية بغزة في العاصمة الأردنية عمان، عبر عن تطلعه أن تساهم مخرجات هذا المؤتمر رفيع المستوى بحلول عملية من معاناة الأشقاء الفلسطينيين في غزة وتعالج وضعيتهم الإنسانية المقلقة جراء مواصلة سلطة الاحتلال لعملياتها العسكرية المخالفة للقانون الدولي وللقيم والضوابط الإنسانية والأخلاقية. منطلق المسؤولية، يسعدني أن أغتنم هذه السانحة لأعلن عن قرار الجزائر بدفع بصفة مسبقة للشطر الثاني من مساهمتها المالية في ميزانية السلطة الفلسطينية بعنوان السنة الجارية. أيها السيدات والسادة، ونحن نأمل أنه بعد هذا اللقاء أن تخفف معاناة إخواننا الفلسطينيين في هذا الظرف العصيب الذي يكتب كوصمة عار في تاريخ الإنسانية. وبعد استدعاء رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون الهيئة الناخبة لإجراء الانتخابات الرئاسية المسبقة في 7 سبتمبر المقبل، تواصلت الثلاثاء بمقر السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات عملية سحب استمارات اكتتاب التوقيعات الفردية، حيث قام صباح الثلاثاء كل من سعيد نغزة وزبيدة عسول وعدد آخر من الراغبين في الترشح للانتخابات الرئاسية القادمة بسحب استمارات اكتتاب التوقيعات من مقر السلطة. هذا هو المكسب الكبير، لأنه هنا بيقت المواطن الجزائري اللي راح ان شاء الله يدعم الترشح بتاعي. ما فيش مشكل الانسان فوتيو مع هال خلاص الرئيس وراهم باش الوقت يعطيكم المسج المهني تاعي ويعطيكم كلمة تاعي مكتوبة تكتبوا ونزيد لكم الصلاح. عبد الغني فازي ترونتو جيت قدمت الطلب تاع التسجيل بصفة رسمية، نيتي على الترشح للرئاسيات أمام السلطة الوطنية لتنظيم الانتخابات. ومقابل ذلك الطلب طبعا تحصلنا على الاستمارات تاع التوقيعات للناخبين وكذلك للمنتخبين. كما تعرفوا القانون يطلب أو يسمح ب50,000 استمارة. أنا مطمئن أن السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات أدت وتأدي العمل تاعها على ما يرام، لأنها وضعت ميكانيزمات ومقاييس دولية لأن تكون الانتخابات شفافة ونظيفة ونزيهة لصالح الشعب الجزائري الأبي، ولكن العمل التقني لا يكفي. لنا أمل كبير في التوفيق في جمع التوقيعات اللازمة للدخول في الانتخابات، وعليه ندعو مواطنينا في كل أرضنا الحبيبة للانخراط والمساهمة بجمع التوقيعات للحصول على النصاب المطلوب في الأجال المحددة. إحنا حينما نترشح لا نيأس
السياسي الحقيقي هو الذي لا ييأس، لا ييأس، لأن البلد بلده والشعب شعبه. والبرنامج اللي راني موجده لسنوات وانا نوجد فيه مشروع أمة، ماشي برنامج بركة تاع انتخابات وسجد، لا، مشروع أمة. يعني بديت لميت كامل المشاكل اللي تخبط فيها الجزائر، كل اللي عرفت الجزائر حطيتهم كل ستهم ولقيت لهم الحل الكل لكل قضية. ونشكر الإخوة يعني على حسن الاستقبال، يعني كان رائع وكان كل تسهيلات، يعني حتى أنا يعني تغربت يعني كيف التسهيلات اللي كانت. والله البرنامج ما نجمش نعطيك البرنامج الباح، قلت كل اللي كان عندي البرنامج إن شاء الله الأسبوع الجاي إن شاء الله. بعد ما نكمل إن شاء الله الاستمارات ونفوت وهذاك الوقت نتكلموا على البرنامج. اخترت يعني كامرأة وحق دستوري اللي عندي حق باش نترشح وباش نمثل المرأة الجزائرية، باش نوريو بلي المرأة الجزائرية عندها مكانة وتقدر تعمل معجزات. جاء في افتتاحية مجلة الجيش في عددها الأخير أن الجيش الوطني الشعبي يواصل تأدية مهامه الدستورية دون هوادة وباقتدار والتزام وإخلاص، ويشكل تعزيز جاهزيته وقدراته القتالية وترقية أدائه لضمان الاستعداد الكامل والدائم لرفع مختلف التحديات ومواجهة كافة التهديدات الشغل الشاغل لقيادته العليا. وذكرت المجلة في افتتاحيتها لهذا العدد التي حملت عنوان الجزائر الجديدة غد نفضل وآفاق نرحب بأن السيادة الوطنية تصان بجيش قوي مهاب واقتصاد متطور، مثلما أكده رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة وزير الدفاع الوطني عبد المجيد تبون خلال زيارته الأخيرة إلى وزارة الدفاع الوطني. وجدد التأكيد عليها خلال زيارته يوم 30 مايو الفارط إلى ولاية خنشا. وشددت الافتتاحية على أن السلطات العليا للبلاد وعلى رأسها رئيس الجمهورية أولت أهمية بالغة للشق الاقتصادي والتنموي، لا سيما قطاع الفلاحة الذي حقق هذه السنة نتائج جد إيجابية، وذلك إدرارا منها أن الأمة التي لا تأكل مما تزرع ولا تلبس مما تصنع أمة مرهونة القرار محدودة السيادة. مبرزة في هذا الصدد أن كل المؤشرات توحي إلى أن بلادنا تسير على النهج السليم نحو تحقيق الاكتفاء الذاتي وتعزيز الأمن الغذائي. أعرب مترشحو البكالوريا لكل من شعبة الفلسفة واللغات الأجنبية وشعبة العلوم التجريبية الثلاثاء عن ارتياحهم بخصوص مواضيع البكالوريا دورة جوان 2024. وفي ثالث يوم للبكالوريا أبدى المترشحون عن رأيهم بخصوص مواضيع هذا الامتحان المصيري الذي اختلفت الآراء حوله ما بين من اعتبر هذه المواضيع المطروحة في المتناول ومن أكد صعوبة الامتحان. التصريحات في ميكروفون لبيع قابو. شريعة في الموضوع الأول في الميراث شويه كومبليكي، مي سافا سا باس بيان الحمد لله. وعي هما اللي وقفوا معايا، تسمى جميع حاجه هكا ستريسي فيها ولا هما اللي وقفوا معايا، سافا الحمد لله، يعني عرفت نشد روحي. كيما لي لونغ خدمت اونجلي فرونسي ان شاء الله نكون خدمت عشيه، مي مع المواد تاع الحفاظه جاونا صعب شويه. في العلوم التجريبيه مدونا مواضيع نقدر نقول لك في متناول الجامع، في متناول الجامع. انا واحد من المترشحين، قدرت نفهم السوجي وقدرت نحل السوجي. صافا العربيه وعربيه وانجليز اللي كناها هاد الدوجر اللي من قبل فات، قريت بزاف العام اللي فات وما ديتوش، ثم عاود شغل ريفيزيت بك تاع العام اللي فات في الشهر هذا الاخر. صافا بصح تاع العام شويه سهلة تاع العام اللي فات، بصح كيف ماشي ديفيرونس كبير. كما أبدى مترشحو شهادة البكالوريا لدورة جوان 2024 ارتياحهم من مواضيع امتحان مادة اللغة الفرنسية الذي جاء في اليوم الثالث من انطلاق امتحانات شهادة البكالوريا. هذا وحسب العديد من المترشحين تباينت درجة صعوبة المواضيع في مختلف الشعب، إلا أن خاصية الاختيار بين الموضوعين قد يسهل المأمورية أمام المترشحين. وكانت وزارة التربية الوطنية قد وضعت برنامجا محكما لإجراء هذه الامتحانات والتي تنتهي يوم الأربعاء بالنسبة لشعبة الآداب والفلسفة ويوم الخميس بالنسبة لباقي الشعب. التغطية لعماد وائل عداد.
جوزنا اليوم عشيه فرنسي كانت انتيك صافو تكست دي استوار كنا دايرينه من قبل بصح شنو صابوا لنا شويه في ليتر مي صافو وربي نجحنا جا سهله يا اخو الله. صباح جوزنا سيونس سيونس صافا خدمنا فيها مالغري كان دي زيد جدد مي العشيه صافا فرنسي سهله دام ابورد. العامل النفسي الجيد مهم جدا في تحضير المترشحين الذين يجتازون شهادة البكالوريا والأسرة تعد رقما صعبا في هذه المعادلة لوضع المقبلين على هذا الامتحان في أحسن الظروف. تفاصيل في الموضوع مع حمزة جخبوب. مشاهد مرافقة الأولياء لأبنائهم المترشحين وهم قادمين من كل حدب وصوب تجاه مراكز اجتياز شهادة البكالوريا يعد حافزا نفسيا من شأنه أن يقوي من عزيمتهم قبل أثناء وبعد الامتحان. جا النفسي بياسر لسوتيا هذاك اللي مدولهم هو صح وكما يقولوا اللوجيستيك ثاني يتبع يلعب دور في 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 لابسيكولوجي تاع الطفل. ما يحسش روحه وحده هذه هي دوكا تبدلت الامور فرفر على وقتنا حنايا ودوكا ماشي وقت كيف نرانا هنايا عايشين الاجواء هذه تاع الامتحان مع وليداتنا محفزينهم معنويا واقفين معاهم من الاول حتى الاخر. الكلام اللي نقولوا لبنتي انه نشجعها باه ما تدخلش في الخوف تاع الامتحانات. الام عندها دور والاب عنده دور ولازم يعني نعيشوا معها الامتحانات هذه. طرق منتهجة من طرف الأولياء بالرغم من بساطتها إلا أن المختصون يرون أن لها وقع قوي على نفسية المترشح لاجتياز الامتحانات. بالنسبة للأولياء عندهم دور مهم في هذه الأيام أيام الامتحانات فقبل الامتحان يقدموا لهم كل الدعم النفسي الدعم الإيجابي يوفروا لهم الجو المريح ويكونوا سند لهم بالكلمات المشجعة الكلمات الإيجابية نتاع مثلا تقدر درت اللي عليك انت وليدي وتقعد وليدي حتى وان ما تجيبوش يعني كل هذا الكلام المشجع يكون يعني يرفع من معنوياتهم. التسرع التوتر والنسيان مشاكل يصادفها التلاميذ اثناء اجتيازهم للامتحانات مسببها الرئيسي العامل النفسي والتحذير البسيكولوجي السيء فالعائلة لها دور كبير في وضع الابناء في احسن طريق نحو النجاح. أعلن وزير السكن والعمران والمدينة محمد طارق بالعريبي عن تخصيص حصة سكنية جديدة لفائدة ساكنة ولاية إليزي وتضم هذه الحصة السكنية الجديدة أزيد من 4000 وحدة سكنية من مختلف الصيغ منها 800 مسكن اجتماعي و2000 إعانة ريفية و1150 تجزئة اجتماعية للبناء الريفي. كما كشف بالعريبي عن برنامج استعجالي للقضاء التام على الشاليهات بعين أميناس وبرج أعمار إدريس ومختلف بلديات ولاية إليزي. الزيارة تاعنا لولاية إليزي تكون عندها أهمية من هذا المنطلق للتكفل العاجل بالانشغال اللي كان مطروح لعدة سنوات تاع العائلة القاطنة بالشاليهات يعني مبنية بمواد مضرة بالصحة أكثر من أربع عقود 1990 هذه العائلات يعني في حرج بالنسبة لهذه الشاليهات. اليوم جينا بحلول وجينا بقرارات يعني ميدانية عملية تسوية العقار لهذه الشاليهات لقاطنها والسلطات المحلية وتبليغ للسلطات المحلية الأغلفة المالية اللازمة يعني تقريبا 94 مليار سنتيم بلغت 120 مليون كإعانات لهذه العائلات باش يقوموا يعني بترميم سكناتهم ويبنيوا سكنات اللي تكون بمواد جزائرية بمواد خالية من هذه المواد المضرة بالصحة لأنه صحة المواطن شيء مهم جدا. من إليزي تقريبا 11000 أكثر من 11000 وحدة سكنية هي قيد الإنجاز. قمنا بتبليغ برنامج آخر لولاية إليزي اليوم 8800 سكن اجتماعي 2000 إعانة ريفية و1150 إعانة فيما يخص التجزئات الاجتماعية هذه الصيغة اللي مطلوبة كثير في ولاية إليزي. أشرف وزير الفلاحة والتنمية الريفية يوسف شرفة على تدشين مركب التبريد والتوزيع التابعة للشركة العمومية المتوسطية للتبريد بالمنطقة الصناعية بوشاكر ببلدية الأغواط.
كما أسدى وزير الفلاحة والتنمية الريفية تعليمات لمسيري هذه المنصة اللوجستية لتوجيه الكميات المخزنة فيها مستقبلا من البطاطا والبصل والثوم لتمويل السوق بولايات الجنوب في إطار برنامج ضبط المنتجات الفلاحية ذات الاستهلاك الواسع. كيكون نقص الإنتاج لا سيما في البطاطا، هذا من مركز من أهم المراكز اللي راح يعطيونا يعني التوازن في توزيع البطاطا، ولا سيما في يعني الفترة اللي ما تكونش فيها البطاطا الإنتاج. نفس الشيء البصل ونفس الشيء الثوم. إذن المركز هذا يدخل في برنامج وطني لتخزين الخضروات ويعني لتخزين استراتيجي للبلاد، يعني كدعم أيضا حتى يعني في الزراعات اللي نديروا فيها على مستوى الجنوب في إطار البرنامج الوطني يعني للزراعة الاستراتيجية في البقول الجافة. لابد أن نوصل في ظرف سنتين وثلاثة إلى تغطية بصفة نهائية الطالب الوطني في البقول الجافة، وما بقاش نزيد ونروح الاستيراد لهذه يعني البقوليات. عدد كبير، عدد كبير من الولايات اللي معنية بهذه البرامج. اليوم رانا ندشنو هذا، خلال أيام راح ندشنو تاع عين دفلة وزيدو نعقبو ندشنو تاع الولايات أخرى. يعني هذا تجسيد علاش حنا نقولو من الإنجاز إلى الإنتاج. وفي المحطة الثانية من الزيارة وقف الوزير على حجم الاستثمارات المنجزة من طرف المتعاملين الخواص، منوها بالإقبال الكبير والإرادة القوية لدى هؤلاء الانخراط في استراتيجية الدولة لتعزيز الأمن الغذائي. من أراد أن يستثمر يتقدم. ما بقاتش قراءة تاع الغابة يعني بتسيير الكلاسيكي اللي كنا فيه. إذن هذا ما كانش أكثر من توجيه تاع السيد رئيس الجمهورية اللي جا بها في اليوم يعني الجلسات الوطنية لقطاع الفلاحة في 23 فبراير 2022. نو الشباب تاعنا ينخرط بقوة في قطاع الفلاحة إذا كان بغينا غدوة نضمنوا الأمن الغذائي تاع البلاد في كل الزراعات. قام مجمع سونطراك الثلاثاء بالتوقيع على مذكرة تفاهم مع مؤسسة الاتصالات هواوي للاتصالات الجزائر، وذلك بمقر الشركة الأم هواوي بشنزين بجمهورية الصين الشعبية. وستسمح هذه المذكرة لكل من سونطراك وهواوي لاتصالات الجزائر بإرساء إطار ملائم لإجراء مباحثات حول فرص التعاون في مجالات الرقمنة وتكنولوجيات المعلومات، والتي تشمل مجموعة واسعة من الميادين لا سيما منها تلك المتعلقة بالحوسبة والسحابية ومراكز البيانات والشبكات المعلوماتية والاتصالات، إضافة إلى الأمن السيبراني. أشرف الثلاثاء وزير التعليم العالي والبحث العلمي كمال بيداري على تدشين مجموعة من المرافق على مستوى المدرسة المتعددة العلوم للهندسة المعمارية والعمران بالعاصمة. عملية التدشين التي أشرف عليها كمال بيداري رفقة وزير اقتصاد المعرفة والمؤسسات الناشئة والمصغرة مهدي ياسين وليد شملت إطلاق المكتبة الإلكترونية، إطلاق نظام التسيير الإلكتروني للوثائق، وتقديم مشاريع مبتكرة، وإضافة إلى تدشين دار الذكاء الاصطناعي وتدشين مركز تطوير المقاولاتية وملعب لكرة القدم بهذه المدرسة. وبهذه المناسبة كدى وزير التعليم العالي والبحث العلمي كمال بيداري أن تدشين هذه المرافق سيعزز الدور المحوري للطلبة ومدى مساهمتهم في تطوير الاقتصاد الوطني، مشيرا أن الهدف اليوم هو استشعار وتثبيت دور الطلبة في المقاولاتية. صياغة جديدة قمنا بتدشينها مثل هذا المركز، مركز تطوير المقاولاتية، من أجل تحسيس الطلبة بالمقاولاتية وكذلك كشف الإبداع لدى هؤلاء الطلبة في مجال المقاولاتية. هؤلاء الطلبة سيصبحون بطبيعة الحال رواد أعمال، خالقي لمناصب الشغل، خالقي للثروة في مستويات مختلفة، سواء كان على المستوى المحلي الجهوي أو الوطني. إذن صيغة أخرى جديدة تضاف إلى خلق الثروة، إلى
النمط الجديد للاقتصاد الوطني الذي يرتكز على مقاولتية الطلبة. من جهته كشف وزير الاقتصاد المعرفة والمؤسسات الناشئة والمصغرة ياسين مهدي وليد عن فتح 103 مركز إلى يومنا هذا على مستوى جامعات الوطن لتشجيع وتكوين الطلبة في مجال المقاولتية لبناء اقتصاد قوي. هناك حاليا 103 مراكز تنميه مقاولاتيه تم اطلاقهم في ظرف سنه تقريبا سنه ونصف، وهدف هذه المراكز هو تكوين طلبه في مجال المقاولاتيه. نحن نعلم اليوم أن التكوين في مجال المقاولاتية يضاعف بخمس مرات فرص النجاح للطلبة، ولذلك فاليوم الجامعات لها أهمية كبيرة للتكوين في مجال المقاولاتية وفي بحث روح المقاولاتية لدى الطلبة. فاليوم طلبة سواء كان عندهم مشاريع شركات ناشئة ولا مصغرة سيجدون داخل المدارس والجامعات سواء حاضنات أعمال لزنكيباتور ولا مراكز تنمية مقاولاتية لمرافقتهم من الفكرة حتى المشروع والتمويل وإنشاء الشركة. وزاريا دائما أكد وزير التكوين والتعليم المهنيين ياسين مرابي الثلاثاء أن برنامج التعاون الجزائري الألماني الذي يعني بتحسيس قابلية التوظيف لخريجي المؤسسات التكوينية والجامعية بالجزائر يهدف إلى تحسين فرص التوظيف وتعزيز قدرات الشباب من خلال تطوير مهارات التكوين المهني. الوزير مرابي وفي كلمة قرأها نيابة عنه رئيس الديوان بوزارة التكوين والتعليم المهنيين خلال إشرافه على فعاليات حفل تقديم نتائج برنامج التعاون الجزائري الألماني، أوضح أن المشروع يدعم الشراكة بين القطاعين العام والخاص لخلق فرص عمل جديدة إضافة إلى دعم ريادة الأعمال للشباب. نتواجد اليوم في هذا الحفل إذن لعرض مخرجات ونتائج برنامج التعاون الجزائري الألماني الذي يعنى بتحسين قابلية التوظيف لخريجي المؤسسات التكوينية والجامعية بالجزائر المسمى عايدا، بالتعاون مع مختلف المؤسسات المحلية لتعزيز الخبرة العملية للمتربصين والمتعلمين، كما يعزز فرص التوظيف من خلال توفير التدريب المهني الملائم بتنظيم ورشات عمل ودورات تدريبية لزيادة مهارات الشباب وتحسين قابليتهم للتشغيل والتوظيف. كما يدعم هذا المشروع الشراكة بين القطاعين العام والخاص لخلق فرص عمل جديدة، بالإضافة إلى دعم ريادة الأعمال للشباب من خلال توفير التدريب والاستشارات لتطوير مشاريعهم المصغرة. هذا وأبرز وزير التكوين والتعليم المهنيين أن الحدث سانح لتقديم الأنشطة المرتبطة بالمقاربات الرقمية المقترحة كمنصة رقمية مخصصة للتشاور المتعدد القطاعات وتقديم تطبيق مهاراتي لتقييم المهارات علاوة على افتتاح مخبر إلكتروني تعليمي. سيكون هذا الحدث مناسبة أيضاً لتقديم الأنشطة المرتبطة بالمقاربة الرقمية المقترحة من طرف المشروع ومتمثلة فيما يلي: عرض منصة رقمية مخصصة للتشاور المتعدد القطاعات في مجالات البناء والأشغال العمومية والهيدروليكية، تقديم تطبيق مهاراتي المخصص لتقييم المهارات التي اكتسبها المتكونون في وحدات المهارات الشخصية عبر الإنترنت، افتتاح مخبر إلكتروني تعليمي تجريبي وتثبيته على مستوى المعهد الوطني المتخصص في التكوين المهني بالرحمانية. من جهتها أكدت مديرة الوكالة الألمانية للتعاون مارتينا فالهاوس أن برنامج التعاون الجزائري الألماني الذي يعني بتحسيس قابلية التوظيف لخريجي المؤسسات التكوينية والجامعية بالجزائر قد أسفر على العديد من النتائج المهمة لصالح الممتهنين، أبرزها تعزيز قابلية الخريجين للتوظيف من خلال تطوير مهاراتهم الشخصية عبر الإنترنت وتعزيز التدريب المهني من خلال التعلم الرقمي. Aux soft skills, souvent ce ne sont pas seulement les connaissances techniques qui peuvent manquer au niveau des diplômés, mais aussi des soft skills liés à l'emploi. Pour cela, le projet a développé en étroite collaboration avec des entreprises et du personnel du secteur quatre cours en méthode en ligne, web-based trainings, qui peuvent être utilisés
directement par des diplômés pour améliorer leur employabilité. Le projet AEDA a mis en œuvre un ensemble d'activités innovantes que vous voyez là-bas. Donc, premièrement, formation des formateurs. Donc, le programme Passeport d'apprentissage numérique en 4 niveaux de compétences. 20 enseignants et acteurs de la formation professionnelle formée avec l'objectif de développer les capacités des formateurs à créer du contenu d'apprentissage numérique innovant et de haute qualité. كشف وزير المجاهدين وذوي الحقوق العيد البيغا الثلاثاء أن الجزائر تحوز على أزيد من 5000 معلما تاريخيا. العيد أربيغا وخلال جلسة اجتماع قادتها لجنة الدفاع الوطني بالمجلس الشعبي الوطني حول أهمية الحفاظ على المواقع التاريخية المرتبطة بالثورة المجيدة، أكد أن المحافظة على المواقع التاريخية تعد من أحد المعالم لصون الذاكرة الوطنية بمفهومها الواسع وتبليغ رسالتها لواقع حقل الذاكرة. المحافظة على المواقع التاريخية تعد أحد معالم وصون الذاكرة الوطنية بمفهومها الواسع وتبليغ رسالتها. المتتبع لواقع حقل الذاكرة خلال السنوات الأخيرة من خلال الاهتمام الذي أولاه السيد رئيس الجمهورية من هذه المنطلقات، يطلع قطاعنا الوزاري بمهمة حماية مآثر ورموز المقاومة الشعبية والحركة الوطنية وثورة أول نوفمبر 54. يحصل القطاع حالياً 5215 معلما تاريخيا، 1474 مركزا للتعذيب، 1289 مقبرة لشهداء أو روضة من رياض الشهداء، 201 مربع لشهداء داخل مقابر عمومية. وبخصوص المواقع التاريخية التي تتعرض إلى بعض الاعتداءات، شدد وزير المجاهدين وذوي الحقوق على ضرورة تعزيز المنظومة التشريعية في هذا المجال. كما نعلم جميعا تتعرض بعض المواقع التاريخية سواء مقابر الشهداء أو المعالم التذكارية التي تعد من رموز ثورتنا التحريرية المجيدة إلى بعض الاعتداءات، مما أدى إلى ضرورة تعزيز المنظومة التشريعية في هذا المجال، حيث تم تكريس مادة في قانون العقوبات الجديد المعدل والمتمم بخصوص حماية رموز ثورة التحرير الوطني. كما أعلن العيد دربيغا عن إنشاء منصات رقمية وتطبيقات إلكترونية التي تتضمن معارف تاريخية، مشيرا إلى أن القطاع حقق أكبر تحدي منذ الاستقلال في مجال رقمنة الذاكرة. حقق القطاع أكبر تحدي منذ الاستقلال في مجال رقمنة الذاكرة، بما عزز نقل المعرفة التاريخية وأسهم في إعادة تكوين أجيال واعية، حيث تم إنشاء منصات رقمية وتطبيقات إلكترونية ومختلف الوسائط الإلكترونية على غرار منصة جزائر المجد التي تتضمن معارف تاريخية حول عديد المحطات والمواقع التاريخية. إن العملية التي يسعى القطاع إلى تحقيقها أيضا في مجال رقمنة الذاكرة لا سيما الحفاظ على المواقع التاريخية هي اقتراح عمل مع الوكالة الفضائية الجزائرية لازال. أطلقت مؤسسة أوريدو وأكاديمية فوتبال تشالنج أكاديمي الثلاثاء برنامج توحد فوت الخاص بإدماج الأطفال الذين يعانون من اضطراب طيف التوحد في رياضة كرة القدم. رانيا بنزين تفاصيل في الموضوع. توحد فوت مبادرة أطلقتها شركة أوريدو وأكاديمية فوتبال تشالنج أكاديمية بهدف دمج ذوي الاحتياجات الخاصة من فئة اضطرابات طيف التوحد في المجتمع وتنمية مهاراتهم الاجتماعية عبر الرياضات الجماعية. توحد فوت هو برنامج رياضي تكويني موجه للأطفال المصابين باضطراب التوحد الأوتيزم، لأن الأطفال الذين يعانون من هذا المرض ما فيش يعني دواء، ولكن في تقنيات بمرافقة أخصائيين نفسيين بيداغوجيين وكذلك دي كوتش لتسهيلهم الاندماج الاجتماعي وما يحسوش روحهم بأنهم مقصيين من المجتمع. نعلم كم للرياضة الجماعية من أهمية في دمج الطفل التوحدي أو الشاب التوحدي في الوسط العادي وفي المجتمع. هما يتدربوا ويخرجوا فرحانين والأمهات والأولياء أسعد، لأنها طريقة لإخراج العزلة
العزلة، إخراج العائلات من العزلة. دورات تدريبية أسبوعية يشرف عليها مدربون مؤهلون ستتيح للأطفال فرصة تطوير مهاراتهم الرياضية والاجتماعية. Très important le sport. Le sport déstresse le parce que les autistes sont très stressés. Donc ça les déstresse une et deux. Il y a des performances physiques et deux. أطفال. أنا نشوفه تحسه أنه فرحة يسنى هذا اليوم اللي باش يجي يوم الأربعاء، هذا المدة قاع اللي راه جازت علينا نشوف فيه تطور وتحسن ما شاء الله، واستفدنا من أنه الأطفال هادو يحتكوا مع أطفال عاديين وإن شاء الله يطوروا الأحسن والأحسن. هو برنامج سيساهم في تحسين جودة حياة أطفال التوحد من خلال رياضة كرة القدم باعتبارها وسيلة للاندماج والتناسق والتضامن. نهاية النشرة مشاهدينا، في أمل الله.